Check mic.
This program is offered by the Scottsdale Arabian Horse Show invites you to experience the extraordinary beauty of the Arabian horse. Bring the entire family to meet the world's most beautiful horses. Shop, eat, and have fun at the Scottsdale Arabian Horse Show. You'll want to attend more than one day to see and do all that the Scottsdale Arabian Horse Show has to offer. Buy tickets through Ticketmaster or at the door at Westworld of Scottsdale.
الذهبية هي واسمع نعم الأريام بنفسج اسطبلات الأريام العربية ناموس أبو حمدان ناموس للسيد ليف النعيمي أصول البطلة الذهبية الأريام بنفسج على الشاشة أيضا سيد خليفة النعيمي البطلة أيضا الذهبية الأريام بنفسج بطلات الأريام العربية بجدارة حققت البطولة الآن الأحفوز وين؟ البطولة البطلة الفضية والبطلة البرونزية البطلة الفضية وين؟ توقعاتكم وين؟ أنا سمعت اسم البطلة الفضية السيلفر عند وفي حرف الدي ترى لا ام دي اس هند لقصي محمد سعيد علي عبيد الله إذن ناموس للسيد قصي محمد علي عبيد الله حصول ام دي اس هند على الفضية والبطلة البرونزية في بطولة المهرات هي سمعوني دي فنانة إذا دي فنانة البطلة البرونزية لمربط دبي للخيول العربية نهن مربط دبي مثلا بالسيد عبد العزيز المرزوقي أصول دي فنانة على البرونزية إذا البطلات في بطولة المهرات البطلة الذهبية الأريام بنفسج لإسطبلات الأريام العربية والبطلة الفضية ام دي اس هند لقصي محمد علي عبيد الله والبطلة البرونزية دي فنانة لمربط دبي للخيول العربية هنا أيضا على الشاشة السيد خليفة النعيمي يستحقون أكيد إسطبلات الأريام العربية هذه البطولة بطولة المهرات أداء جميل كان من بطولات الأيام العربية أيضا كانت منافسة قوية من قبل مربط دبي للخيول العربية وأيضا من ام دي اس هند السيد قصي علي عبيد الله Hey.